طيب حينما يقول الأمين العام لحلف الناتو بأن هدف روسيا يتجاوز أوكرانيا، وحضرتك أشرت إلى هذا الأمر، كيف ترى هذا التصريح؟ طبعا هذا هو اللي شرنا للسيد الفاضل، هو أن الروس يعني هم عينهم في أوروبا، لأن هو يريد أن يوجه يعني تحذيرا إلى أوروبا، يعني عن طريق، لانه تعرف ان الاوروبيين كانوا يدعمون دائما اوكرانيا، وكانوا يريدون ان يعني ان تكون جزء من الاتحاد الاوروبي وجزء من حلف الناتو، ان تكون اوكرانيا جزء من حلف الناتو، وهي الاخت الغير حتى بالغير الشقيقه لاوكرانيا، لان اللغه الروسيه تقريبا هي قريبه من اللغه الاوكرانيه، نقولوا هي لهجه من لهجات بتاع اللغه الروسيه، بالتالي هؤلاء كان عندهم دماء مشتركة والشعب كان واحد إن صح التعبير، وكانت لغة واحدة، وبالتالي أوكرانيا أو روسيا كانت تعتبر أوكرانيا هي الأخت الصغرى لروسيا. بالتالي مجيء الغرب، مجيء الحلف الناتو إلى الجنوب الروسي، هذا يشكل تهديد حقيقي للأمن الاستراتيجي الروسي، وبالتالي روسيا كان الرد بتاعها بهذا الشكل.